لحياتي جديدة. سحر خليكي بعيدة عن ليلي وتركيني أنا أتعامل معها، لأنه بفهمها وبفهم ألاعيبها أكثر منك. ما تزعل مني هاني، بس العكس هو الصحيح، لأنه أنت كل ما تشوف ليلي بتعصب وبتنرفز ما بعرف شو بيصير لك. بالوقت اللي أنا شفتها فيه كان حوارنا مثمر وناجح ورجعت من عندها مرتاحة. شو قصدك؟ إنه غلط مني؟ نو هاني ما بقصد هيك، قصدي إنه عندكم شخصيتين متنافرين ما عم تقدروا تتفاهموا مع بعض، في بيجمع بيناتكم ماضي ونزاعات. انا وياها ما في هالماضي اللي بيربطنا، سو ما في مشكله انه نتفاهم. بلا في انك بتكوني خطيبتي، وهيدا بسد باب اي تفاهم ممكن يصير بينك وبين مرتي، وما في علم نفس بيقنعني العكس. الاكس شو مرتك؟ الاكس